شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا التي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ معربا سيادته عن خالص الامنيات للرئيس الجديد للمحكمه الدستوريه العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسؤوليه لنصره العداله وتطبيق القانون